بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الرابع دارسي كتاب كونكت بلس فور، زملائي المدرسين الأعزاء، أولياء الأمور المحترمين. النهاردة بنقدم لكم فيديو توضيحي لطريقة حل امتحان المستوى الرفيع الخاص بكونكت بلس فور بطريقة سهلة وبالمواصفات الأخيرة اللي نزلة من الوزارة، وده إهداء من سلسلة كتب إكسلنس كتابكم المفضل. نبدأ على بركة الله. في البداية تعالوا نتعرف على المواصفات اللي نازلة من الوزارة. السؤال الأول هو سؤال الليسنينج، وطبعا في سؤالين ليسنينج. السؤال الأول هيجيب لي قطعة الطلاب ما خدهاش قبل كده، حوالي 60 كلمة بس هيجي يقراها المدرس على الطلبة في الفصل، ويبقى عليها أسئلة اختياري بأربع درجات، أربع أسئلة بأربع درجات، لكل سؤال درجة. طبعا النصيحة إن الطالب يقرأ الأول الأسئلة ويشوفها كده عاوزة إيه، وبعدين ما يسمع النص من المدرس يبتدي يحل معاه وهو بيقرأ عشان ما ينساش. طبعا إحنا هنعمل تجربة توضيحية كمان شوية بس بعد ما نتعرض لكل المواصفات. السؤال التاني هو برضو سؤال listening، وبرضو بيجيب له قطعة حوالي 60 كلمة، وكلها بتبقى برضو قطع سهلة بس كلها بتبقى من خارج المنهج. القطعة بيبقى عليها سؤالين كومبليت، بيبقى الطالب بيكملهم عليهم أربع درجات، هو سؤالين بيبقى عليها درجتين لكل سؤال. السؤال دوت بيحتاج برضو من الطالب نفس الحكاية ان هو يقرأ الأسئلة الأول يشوف كومبليت ايه، وفي نفس الوقت لما يجي يكمل الإجابات هيبقى المدرس بيقوله في نفس الوقت. نتنقل بعد كده للسؤال الثالث، هو سؤال الريدينج، بيجيب له قطعة من 60 ل70 كلمة، أو ممكن يجيب له ديالوج حوالي 8 جمل، وطبعا بيبقى فيه 3 أماكن ناقصة، مفروض أن الطالب بيكمل هذه الأماكن الناقصة من خلال كلمات بيديها له قبل القطعة أو قبل الحوار الدال. السؤال الرابع بيجيب له برضو قطعة أدبية أو معلوماتية حوالي من 80 ل100 كلمة، وعليها أسئلة، عليها أربع أسئلة، سؤالين اختياري وسؤالين open end question، أو يعني محتاج الطالب يجاوب عليهم من القطعة. نخش بعد كده على أسئلة الريدر أو القصة، وهي عليها أربع درجات، فيها سؤالين. السؤال الأول بيقوله read and write T for true or F for false، يعني يكتب صح أو غلط، فبيجيب له جمل من أحداث القصة ويقول له دي جملة دي صح ولا غلط. أما السؤال رقم بي فيها فهي اختياري على الأحداث اللي في القصة والمعلومات اللي في القصة أو الشخصيات. السؤال السادس هو choose the correct answer from A or B, C or D، وطبعا بيجيب له أربع أسئلة اختياري، والأربع أسئلة عليهم أربع options أو أربع اختيارات ياخد منهم، وبتبقى دايما على الجرامر structure، بمعنى الجرامر يعني ما بيسألوش على معلومات في الكتاب خالص، زي ما شفنا كده الامتحان كله ما بيسألش على أي معلومات في الكتاب، وده يطمن لأن المعلومات فعلا في الكتاب معلومات كتير جدا ومعقدة، طبعا المفروض أن الطالب يعرف عنها كل حاجة، ولكن لما يجي يمتحن مش هيمتحنوا فيها، هو ده الامتحان. السؤال السابع order اللي هو بديل سؤال rearrange القديم، اللي هو رتب the words to make correct sentence، رتب الكلمات عشان تعمل جمل سليمة، بيجيب له جملتين كل جملة فيها 6 كلمات متلخبطين، ممكن تبقى جملة أو سؤال أو جملة منفية، وعليها درجتين كل واحدة درجة. السؤال الثامن وهو السؤال الأخير هو اكتب paragraph أو ممكن يكتب إيميل، طبعا مطلوب منه أن يكتب paragraph في رأي أن يكون 50 كلمة على الأقل، أو إيميل برضو فرنش 50 كلمة، طبعا هو بيديله برضو بعض الكلمات الدالة. كده خلصنا شرح المواصفات، تعال نخش في تطبيق عملي أو تجربة حقيقية للامتحان ونحله مع بعض. بسم الله. هناخد امتحان على يونت 2، والامتحان دوت ضمن مجموعة امتحانات احنا حطيناهم في مذكرة حطيناها لكم على الانترنت، واللي هتلاقوا الرابط بتاعها موجود برضو في الوصف الفيديو دوت، وموجودة على صفحة كتاب إكسلنس،
ونرجو ان انتم تستفيدوا منها، وفي البعض لو حب ان هو يطبعها بعد ما يحملها فده هيبقى شيء كويس، خاصة جزء الامتحانات. فنشوف كده الامتحان دوت. سؤال اولاني: listen and circle the correct answer from A, B, C or D. طبعا هو مش هيجيب له القطعة نفسية، لان القطعة دي نص استماع، هيجي المدرس في الفصل ويقولها له، وهو عليه ان هو يحل الاسئلة ديت. فالطالب مفروض زي ما قلنا من شوية ان هو يعمل ايه، ان هو يقرأ الاول الاسئلة. يعني هي بقول last Friday I went to the farm ولا zoo ولا school or garden، انا مش عارف لسه اسمع قطعة. طب I went with مين؟ with my father ولا friends ولا sister ولا mother. طب number 3 we went by ايه، روحنا بايه، بالباص ولا كار ولا ترين ولا تاكسي. طب number 4 I rode، ركبت ايه، a donkey ولا horse ولا camel ولا duck. هنعمل دلوقتي تجربة ان انا اقول لكم نص الاستماع وحاولوا تجاوبوا قبل ما انا اجاوب. طبعا هيخش المدرس في لجنة الامتحان ويقول لك هذا النص: Last Friday I went to the farm. I went with my friends. We went by car. I saw a lot of animals. I fed the cows. I rode a donkey. We had sandwiches. We took photos. We enjoyed our time very much. We came back home in the evening. طبعا وهو بيقول لك النص انت ممكن تبتدي تحل. طب يبقى last Friday I went to the، طبعا روحنا ايه، الفارم. I went with my ايه، روحت مع مين، with my friends. طيب we went by ايه، احنا روحنا ركبنا ايه، ركبنا كار. طب I rode، انا ركبت ايه، ركبت donkey. ده النص الاولاني للاستماع. نشوف النص التاني كده، هنقول النص وانت عليك انك تجاوب. This is my school. It has got a big building. There is a library on the second floor. There are a lot of different books in the library. In the playground I play games with my friends. We spend a nice time together. We feel very happy. طبعا والمدرس بيقرأ القطعة برضو، ممكن تبتدي تحل. فأقول this is طبعا my، أكيد school، بيتكلم على school. It has got a building. لما هو وصف المبنى وصف أنه big building. طب there is a، موجود إيه في الدور التاني؟ قال library، مكتبة. طب I play not with my friends، طبعا هو بيلعب ايه مع اصحابه في الملعب، بيلعب games. وكده ده سؤال الاستماع، احنا خلصنا السؤالين بتوعه. القطعة نحل الريدنج كده. طبعا زي ما شايفين كده ممكن يجيب لي دايلوج او يجيب لي القطعة، يجيب لك بعض الكلمات، اربع كلمات وفي تلات فراغات. My favorite sport is a، فطبعا باخد من فوق. طب my favorite sport is a، ها تمام صح، باسكت بول دي الوحيدة الموجودة. طب ممكن أقول سبورتس، يعني سبورت منفعش طبعا. I play it every day، بلعبها كل يوم. I play it with my friends، بلعبها مع أصحابي. I play it at school، بلعبها في المدرسة. I have got posters، عندي بعض الصور of basketball players، للعيبة الباسكت بول. I like reading a magazines، بحب اقرا ايه، مجازين طبعا، سبورتس ماجازين اللي هي المجلات الرياضيه. I want to be a basketball player، عاوز اكون لاعب كره سله. When I ايه، لما انا ايه، grow up، اكبر. فطبعا سهله، بيبقى في كلمه زياده، طبعا لاحظنا كلمه زياده هي كلمه boy. بعد كده ننتقل لسؤال القطعه، فدي جايب لي قطعه، وطبعا لازم تيجي برده كله هيجي انسين يا جماعه، يعني مش من المنهج. القطعه: Tokyo is one of the most expensive cities in the world. طوكيو من أغنى المدن في العالم. Even حتى the smallest flat، أصغر شقة، costs a lot of money، بتكلف فلوس كتيرة. طوكيو is the capital of Japan، طوكيو عاصمة اليابان. At night، بالليل، you can see a lot of bright light and advertisement، بالليل بتشوف الأضواء القوية المبهرة والإعلانات. Mexico City بقى is one of the largest city in the world، واحدة من أكبر المدن في العالم. It is the capital of Mexico، هي عاصمة المكسيك. More than 20 million people live there، أكتر من 10 مليون بيعيشوا هناك. There are a lot of cars and taxes،
بيجن اللي هي بكين يعني is one of the oldest cities in the world, واحدة من أقدم المدن في العالم. It is in China, موجودة في الصين. It's 3000 years old, عمرها 3000 سنة. طب يبقى ناخد بالنا, the oldest city, نشوف الأسئلة الاختياري يعني الأول, the oldest city in the world is in a, أقدم مدينة اللي عمرها 3000 سنة لسه قايلينها دلوقتي, طبعا هي مدينة بيجينج. طبعا فين؟ في تشاينا. يبقى إيه؟ in China. طب 20 مليون people, 20 مليون شخص بيعيشوا في أي مدينة؟ طبعا هو لما ذكر هنا كان بيتكلم على زي ما اتفقنا بيتكلم على المكسيك واللي هي مدينة مكسيكو سيتي, فهي الاختيار الأخير اللي هو 20 مليون people live there in Mexico City. طبعا مفيش مشكلة وانا بقرأ الأسئلة, انا ارجع تاني للقطعة مفروض اقرأها في الأول وبعدين اشوف الأسئلة وابتدي احل, ما عرفتش او شكيت برجع للقطعة تاني. طب what is the capital of Japan, عاصمة اليابان ايه؟ احنا قلنا في الأول خالص طوكيو. طب how old is Beijing, يعني عمرها قد ايه بيجينج؟ طبعا 3000 years old وموجودة في القطاع. طب نخش بعد كده للريدر وخاصة الخيامية سمر دي اللي هيجي عليها معظم الأسئلة. طبعا أول سؤالين هو صح وغلط, بيقول لي زينب's grandpa can measure and cut by hand, بيقدر ان هو يقيس ويقص بإيده, ده true ولا false؟ طبعا true لأن هو راجل great artisan يعني فنان رائع أو فنان حرفي. زينب and her grandfather visited the restaurant, راحوا زاروا المطعم, لا ما تذكرش المطعم خالص في القصة, يبقى دي غلط. طيب choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا الاختياري بقى بيقول لي زينب grandfather likes swing, بيحب انه يخيط الـ A, snakes ولا trees ولا birds ولا houses. طبعا بيحب دايما ان هو يخيط الـ birds اللي هي الطيور, طبعا birds وflowers كمان. زينب asked her grandfather, طلبت من جدها to A, ان هو ايه هير, ان هو يعلمها teach her. كده اسئلة القصة خلصت. ما ننساش ان في المذكرة اللي موجودة فيها شرح كويس او للقصة المين بوينتس واسئلة صح وغلط واسئلة اختياري, واتمنى ان تكون المذكرة عجباكم. نيجي لسؤال بقى الاختياري اللي هو هيبقى على الجرامر فقط ستراكتشر. كايرو از ذا اي سيتي ان ايجيبت, طبعا دي الدرجة الثالثة للصفات, فذا بيجي وراها صفة مضاف لها اي اس تي بقى ذا بيجست. نو وان از تولر ذان هاني, محدش اطول من هاني, يبقى is إيه بقى؟ يبقى هو الإيه؟ الأطول, برضو الدرجة الثالثة في الصفات, يبقى آخر واحدة the tallest. طب our school is the إيه in the area, طبعا إيه the oldest يعني الإيه الأقدم. طيب علي is more skillful, أكثر مهارة, نقط سامي. أول ما يجيب لي more أو صفة واخدة إيه R بيبقى معها إيه زان, ولكن جيب لي as هيبقى معها إيه as برضو, يبقى هنا الإجابة زان. خلصنا سؤال الاختياري, نخش على سؤال الترتيب وناخد بالنا ان اول كلمة دايما هيبقى جابها لي اولها حرف كابيتال. هنا عندي and و birds و feathers و have و all wings, طبعا and يعني و birds طيور, feathers يعني الريش, have لديها, all كل, wings اجنحة, يبقى نقول يبقى all كل الايه, all birds كل الطيور, have ادي الفعل هو لديها, feathers ريش and wings وايه واجنحه. نمبر 2 بيقول لي ذا وذا وعندي بيرد وايز, يكون ناخد بالنا كويس جدا لما يكون في علامه استفهام في الاخر يبقى ده سؤال, سؤال باداء وسؤال بهل, فاكيد هنا نبدا بايز, هو هنا دي غلطه ان ذا فورتي سمول, يبقى في اتنين ذا ورا بعض سمول عادي, وبعدين ايز اوستريتش اللي هي النعامه وبيجست, فبيقول لك هل النعامه يبقى ايز ذا اي واحده فيهم اوستريتش, هل النعامه ذا بيجست بيرد اكبر طائر. طب السؤال الثامن بيقول لي رايت ان ايميل, هنا طالب ايميل كان ممكن يطلب باراجراف, هو هنا بيقول لي اتكلم على تام في هنا غلطه معلش, هي هاني تيلينج هنا تي اي دبل ال اي ان جي يعني بيخبر صاحبه عن كتاب قراه الاسبوع اللي فات, فبيقول له يور نيم از علي اند يور ايميل از, بيقوله الايميل بتاعه and your friend هاني is email, والايميل بتاع صاحبك هاني is هاني طه at msn.com. طبعا هو بيجيب لي هنا ناخد بالنا, طب ازاي نكتب ايميل, طبعا هو مشروح جوه المذكرة ازاي تكتب, ولكن تعالوا نراجع كده شوية. بداية انا بكتب to الى وبكتب ايميل الشخص اللي انا ببعت له, هنا انا ببعت لمين, هو بيقول لي ببعت لهاني صاحبك هاني, فاقول
تو هحط ايميل وهاني طه@msn.com، وبعدين هكتب from من اللي هو علي 2013@gmail.com. كتبت تو، كتبت from، وبعد كده اكتب about عن، واكتب العنوان ابوك اي ريد بقى كتاب قريته خلاص. فببدأ بعد كده بكتب عزيزي، بكتب اسمه، هقول دير هاني، عزيزي هاني، وبقول له بعد كده هاو ار يو، كيف حالك. بقول له بعد كده اي ام هابي تو سند يو ذيس ايميل، وبعدين بحط في الستوب واكتب الجمله الثانيه جنبها، فاقول له اي وونت تو تيل يو اباوت ذا بوك اي ريد لاست ويك، عاوز اكلمك عن الكتاب اللي انا قريته الاسبوع اللي فات. فاقول له بعد كده معلومات عن الكتاب، اقول له مثلا ايه its name is، الكتاب اسمه الأيام مثلا، نحط في الستوب. it is about the life of دكتور طه حسين. he was born in upper Egypt، اتولد في الصعيد. he was blind، كان أعمى when he was young، وهو كان صغير. وابتدي أكمل بعض الجمل عن هذا، ثم في الآخر بقول له with my best wishes، مع أطيب الأمنيات، وأكتب بعد كده اسمي اللي هو علي، فبقول له yours علي. كده يبقى احنا خلصنا تجربة عملية لحل امتحان. أرجو يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. مع تحيات أسرة كتاب إكسل.